المهم الدري صاحبي تشرس ليه الشاكمه كش على صوت دابا ديال الصداع بزاف خصنا نقلبوا على شي مشاكمات اللي غيقادنا البلان ما طيحش يدوزو ما بغاش يدوز لا لا عندي البيرمي عندي لا ما هذا دبل في ماروك هذا بلاكا ديال المغرب عيش معاه قلت ليه سير بدا بيرمي ما بغاش انا ما فهمتش الشابعين واحد العكس خايب المشكل اللي عنده في البيستون انوار في غادي يلا الاخوان دابا دس على البلاكه ديال كتقول لك فين غادي طلع لي ايميل تشيلتين غير الله كنا كان الوقت كنت نكمل لي كورس دادز ميمكنش شحال هادي وانا باغي نشوفهم واعرين شحال هادي باغي نشوفهم ولكن ما كانش الوقت خصنا اثنين خصنا نرجع شي فاش على الاخوان دابا يا ربي تموت الخدمه يا ربي يا ربي تموت الخدمه يا ربي تموت الخدمه يا ربي يا ربي تكون ساعد الاستجابه دابا وتموت الخدمه تخاف تدخل النهار السيمانه الجايه يجريو عليك تقدر تكون نفس المعنى هي راه خدمه ماتت صافي جراو عليك تهرس لي شاك في الطريق تعطلنا فيها الى عطلتنا كازا ايميل شيل 350 طوطا حنا قلنا وشحال كاينه؟ حنا نورمال واحد اثنين اربعه لا حبس الاغي وحط تركتو بالك دير مارشاير ومهرس كاع لا جون ديالو الله الله بهم بحال هادي موقع لي والو بعدا هو لا الحمد لله ايدي الحمد لله الحمد لله داكشي اللي شوف حكيم خاصنا نديرو بحال السيد خاصنا نشريو هادي دار 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 واحد الدراري يلاه ضوبلني دابا تبارك الله الدين هادي ركبت عليها ما عاليهاش بزاف هو الاخر هادي البي ام انا كنت نافس معاهم زعما فيراجات ناضين هنايا وخاف طالع هاني الله جبل ناضي هذا جبل زوين هادي اخر عقبه قبل من اوب 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 طريق محفر هنا هادي اخر عقبه قبل من ايميل شيل الله 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 وبنادم كيشري موطور يبقى يدار ليا بالدرب تماك شو دار ليا هنا خرج ليا مع هاد البلايص خروج السرهاني والله تا خروج السرهاني وكان كان شي سي في هنايا واو 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 رود سر سون سايكونت ما خلينا فين مشينا به اخيرا اخيرا لاكتي سليت يا للروعه انا تكلاسيت عاد هنا قد يبرده ما في لي يلبس جاكيت دابا تنسى الايميل شي دول نلبسها خصنا نوصلو نتقداو عاد باش نرجع نحطو لي طونش في الظلام اب 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 تصوروا هنايا يا الله بدلنا البروغرام نحطوا لي طون ديالنا عاد باش غنمشيو نتقداو ان شاء الله حساب الظلام هنا القضيه كالم ما فيهاش ما كاينش المشاكل العيبات تخلي طون ديالك عادي ما كاين والو علاش خصك حاجه اوف رود ها دابا واحد الرويد رقاق عادي كيمشي عادي عند رويد 21 ولا مارت شحال انا عندي 19 بجوج القدام واللور يا الله
اوب 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 يو صباح الخير. يلا فقنا صراحة درتي فيها قام عليك 6:30 ناعس الجوج فقش مع 6:30 كنحس بصيرة ناعس مزيان مكينش مكينش ولكن ناعس مزيان صافي عاود تبززت ناعس رجعت دابا شي 8:30 البارح درنا في العشاء ديالنا غير اللي فروي وصافي شديناهم قردناهم مزيان قديناهم مع بيرلي جو مح يا سلام قالنا بلان البارح خيب دابا حيت حنا جينا في الظلمه حطينا لاطون ديالنا حطينا لي طونج هنايا وكان خاصنا نمشيو لايمل شيل باش نتقداو ما ناكلو باش نتقدا دوك لي فرو واللعيبات ومام طون تقهواو تماك ومشينا شدينا الطريق من هنايا ما بيناش بالليل ما بيناش ترى طلعت واحد الطلعه بحال ما هذوك ديال الكروس ترى ما يمكنش الموطور مسكين بهدلتو قلت لي شي ثلاث المرات فيك تطلعي بحال ما هكاك بزاف لقينا الطريق باش طلعنا صافي ومشينا قدينا غراض رجعنا تعشينا وبقينا سهرانين حتى ليك الجوج وحنا يلاه فقنا دابا كنا اللي جايبين معانا شي دانونات شي لعيبات ديال الحانوت كليناهم دابا وخصنا نمشيو دابا نجيبو اتاي ونجيبو سكار ونجيبو داكشي ومن طن نجيبو تا الحوايج اللي زعما التقضيه ديال الغداء ديال الغداء والعشاء ما عرفتش واش تعشى ولا ترجعوا لي عاوتاني تا هذا هو لافونتاج كون عندك موطور ما كتخممش لهذا الشيء كاع والو انا كنسخن في موطور دابا للصباط ان شاء الله غنتحرك ايوا لا صافي شديت وقع الطريق شديت الطريق صافي هادي شتي علاش كنقول لكم الدراري اللي باغين ياخذوا في اليكس علاش كنقول لكم خذوا تي اكس ام لك تبغي تخرجوا الاوفرود على قبل بحال ما كانت اكس ام عاليه ممكنه اخبط ليا في التراب هادو بالنسبه للناس العام زعما يلا بادين من غير لك شي قادر اخويا سير طلع لك شي سيلاند اخر لك شي عارف اسك تطفيها في السوقان ايميل شيل احنا داخلين لها دابا مولف كيكون واحد البراج ديال البوليس هنايا فاش موقفني بالطوموبيل دابا هما كانوا دايرين نقف ومريحين في الطوموبيل انا تشمي دز بانوا لي وانا نقف ويجي عندي قال لي كنخص تقف عند البلاكه قلت له اوكي راه ما كنجوش قال لي واخا ما نكونوش لونسي قف عند البلاكه ولكن قال لي صافي ماشي مشكل سير الله يعاونك دابا انا جاي لها دابا شي عامين وثلاث شهور جيت لها في شهر 1/2022 وكطريحت واحد الجيج هنا سميتو الجيج ديال باسو وكانت واحد الطريق محفره وباقا محفره عامين لا كيكونوا قدام كاينينش اوريكم دابا داك جيت لك تجلس فيه زوين صراحه غير الطريق مهمتي محفره ما قادوهاش هاي البلاصه اللي محفره الطريق راه عامين باش جيج هنا وبقى محفره ها هو داك الاوبيرز اللي كتجلس فيه جيت بس هذا اللي كتجلس فيه السوق استتوج انا عاود عليكم من بعد المهم نمشيو ناخذ الاتاويج ديالنا السوق دابا ديال ايميل شيل هو هذا البارح عملت لكم قهوه اللي تقهوينا فيها البارح بالليل تقهوينا في هذه القهوه اللي انفاس معاها دابا ها هي افريقيا مقهى حلاق شي اللي كاين يلا وقفونا دابا الجوندار في الخارجه ديال ايميل شيل لقينا سميتو ما كنتش مخدم الكاميرا صراحه تعامل زوين تعامل معنا واحد خونا الضحك نشاط لعيبات هادي تعامل بحال ما كان خصو يكون صراحه ياك اخونا تعامل زوين تعامل معنا ورجع انا ديك النهار الطوموبيل وفي من دوز يوقفون رجع قلت لي خويا راك ولا وقفت هنا قبيله وتخيل كاع ما كتهز معايا الوراق كنت نسيتهم في
في لوبيرج. يلا قال لي اعطيني الوراق. قلت لي راه صاحبي صباحتي ماكش وقفوني ديت نقلب لي على الوراق. وقال لي عاش دير صافي سير سير صافي مشيت بخير. ابي دار شنايدر نسابقو ولا نتسابقو 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 سير يلا سير. ايوا كاين والله حتى كاين والله حتى كاين بالله. اسبقتك سبقتك الله يعاونك. المهم كنبريباريو دابا الطاجين خضرة لاك دابا موجود هنا طحن. سالينا دابا تنقي ديال الخضرة دابا خصنا نشلوها ونقردوها. يلا سي انور يلا شلي لنا الخضرة سي انور. المهم حنا دابا كنعطرو في الدجاج. اما المرات القلائل اللي كنديرو الدجاج في الدريب راه حيت دابا كلشي قريب لينا كيخسر. دابا الدجاج هذا نصو غنديروه دابا ونصو غنديروه نصو غنديروه في العشية في الكاميلة. هيا عطيني هذيك وخذ خضرة. انا الخضرة دابا بدنا الخضرة نقردو. الطاجين وجد دابا معسل معسل. الجهة ديالو هو فيها داكشي الجهة ديالي انا فيها بطاطا واش لبانه.